بدي أسأل كيف نقدر نقدم طلب للجامعات الأمريكية؟ التقدم بطلب التحاق الجامعات الأمريكية بيحتاج إلى كثير من التحضيرات، بس إحنا بنساعدك. من خلال برنامج إبراهام لينكولن، القنصلية الأمريكية بتغطي تكاليف الاختبارات اللي أنت تقدمها مثل سات وتوفل ورسوم التسجيل في جامعات. وشركاتنا في أميريست بنظموا ورشة كتابة المقال. إذا بدكم تعرفوا أكثر ابعتوا لنا على الهاشتاج Ask Consul General على الفيسبوك وتويتر.